أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في درس مضى عند قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويسلمون الروايات الصحيحة كما جاءت بها الآثار الصحيحة التي جاء بها الثقات عدل عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فهم البعض من كلامكم أن الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب العقائد وإنما يستأنس به. الضعيف، أنا قلت الضعيف، لكن بعض الأخوان يما أنه ما يريد يبين الكلام، وإلا أنه يريد له مدخل في الكلام. أنا ما قلت هذا، أنا أقول الحديث الضعيف يستأنس به في الترغيب والترهيب، وإذا كان يدخل تحت قاعدة عامة أو تحت أدلة صحيحة يستأنس به. أما الحسن فهو من قسم الصحيح، من قسم الصحيح، وكانوا في الأول يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، ويكون الحسن داخل في الصحيح. وإنما أول ما حدث التقسيم الثلاثي عند الترمذي رحمه الله، عند الترمذي، فهو قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. نعم.